كي تسمع انه الديوانه التونسيه تشد تقريبا 20,000 حبه مخدر في حدود 19,800 بالضبط، شنو تقول مسيو؟ شدوا 20 راهو تعدوا الدوبل. يتعدوا ويتعدوا اكثر. الديوانه تخدم على روحها. اما المشكله ما يلقاوش شكون يعاونها. ولا يوقفوا اللي يهرب وغدوه تلقاه يحوس في الشارع. هاي المشكله وين؟ ما يطبقوش عليه القانون ولا يعرفوا شكون الراس الكبير وما نجموش يوصلوا له خاطر ما يطبقوش في القانون. كان القانون يطبق وخاصة كي يتعاقب تبدا عقوبة قوية والناس الكل تشد بلايصها. أما واحد يشدوه على دروك يشد شهر ولا زوز وبعد يخرج ياكل يشرب يخرج سمين معبي هذاك الواقع. يزيد يتعاش يزيد ياكل ويشرب وما يكلموا حد. هما ديجا كل مرة نسمعوا حكاية الحكاية هذه تبيع حتى في الحبوسات. باين الهدف شناهي؟ باش الشباب ما يطالبش بالحق نتاعو حقوق جملة هكذا. هاكا يبدا عايش في غيبوبة نهار كامل أحلام عايش في الأحلام هاكا. تسمع أنه 20,000 حبة مخدر. يعمل 20,000 حبة مخدر ما يبان. يشدوا هذاكم 20,000 حبة وفما 30,000,000,000 حب اخرين راكم تعديها وذاكم للشباب تدعوهم البلاد والمخدرات بلاد تعوم حرابش وسطالي والواحد يشوف انت المشاكل والجرائم كل مناش ما من هذوما واحد جايب ما قيمه ما نعرفش قداش من مليون حرابش وابو مين ما بش يوزعوهم يبيعوهم كلهم مارشينوار واحد وكل فهمتني واللي يشدوا الكوكايين زاد ما نعرفش قال لك جرام قداه معناها كوكايين يشدوا فيها كله في الحدود مهربين مازالوا توا كعبات توا الرئيس ماشي في الاتجاه الصحيح فهمتني قاعد يقضي عليهم جماعه الفساد هذوما كل واحد فهمتني اعطينا يكملوا هذوما هذوما اللي يحكموا توا في البلاد. رؤوس الاموال هي اللي قاعده تجي في السلع. منين انت زعما العباد هذه كل زعما حسب رايك انت جاي تونس ليش جاي؟ جاي هلزت لجاي المخدرات. معنا شيء تفاقموا مش من توا مش من اليوم انا عندها برشا الحكايه. وكا ثم معناها ناس كبارات داخلين فيها الحكايه ما نجموش يشدوهم فهمت معاهم شكو معناها خليه كامله تخت من الصغير حتى الكبير شبكه كامله ما نجموش حاولوا ان شاء الله ينقصوا منها الحكايه هذيا وكا لازم يشدوا الكبارات باش تطلعها الحكايه والكبارات صعاب باش يتشدوا كارثه خاصه لصغيراتنا وفي المدارس تلقاها من الاغلبيه يلزم الواحد ينتبه برشا وخاصة الأولياء يردوا بالهم على وليداتهم ويهز ويجيب ويثبت أموره. نعرف الأولياء يخدموا أو كيفينا هكا ولكن أخويا يرد بالهم لأنه هذاك المستقبل بتاعنا. وإن شاء الله وإن شاء الله هالآفة هذه نقضيوا عليها بالتوعية. قول ربي يهدي في اللي يدخلوا في المخدرات وفي اللي يستهلكوا وفي اللي يشجعوا خاطر ما فماش مزود ولا مروج ولا لما هي عصابة كاملة يكملوا بعضهم كيما يلقاو الشاري كيما يلقاوش مزود كيما يلقاو كلها تكمل بعضها. سامة خدمة بيه يعطيهم الصحة وحسب ما تشوف برشا اللي صاير في الآخر حاجات في البلاد خاصة لقافيات الأخرى البلاد بدأت تتصلح وإن شاء الله ماشية مريقلة وان شاء الله ان شاء الله يعاونوا الرئيس مو زاده وحده ان شاء الله يلقى شكون يعاونه ويقف معاه وان شاء الله بقدره ربي تونس لاباس. حسب رايك انت فما اطراف متورطه من داخل تونس؟ نورمالمون موجود. شكون جاي فيها السلعه؟ تو انت لقيتها عند تونسي. شكون جابها له؟ ما جابها تونسي اخر وثم تونسي اخر واحد من واحد قاعدين يجيبوا في السلعه. لا قدر الله لو الكميه هذه دخلت لشبابنا شنو ينجم يصير؟ ضيعنا الكل. ثم ناس تستهلك في السلع اعمارها من 7 سنين حتى ال 20 وقت. مرة تسمع بواحد قتل امه وقتل اخته وقتل كذا وعمل منيش العمليه تزت له. مشينا انا هما شفت علاش يخدموا على المستقبل والمستقبل نتاع وليداتنا هو مستقبل تونس هو الوليدات هذاكم اللي باش يطلع طبيب واللي باش يطلع مهندس واللي باش يطلع واحد خلي يطلع واحد في الالف سارح ما يهمناش فيه. اما ربي يستر يلزم يرد باله الواحد. تصير برشا حاجات تتخلف عليه برشا حاجات برشا جرائم برشا مشاكل في الديار بين العائلات في وسط العائله
أمه ولدها راجل ومرته في كل العائلات، في كل العائلات بصير فما برشا مشاكل، فما حتى اللي يخسر مستقبله، اللي يخسر حياته في الخدمة، فما خسارة، فمش ربح، سواء فلوس، سواء صحة، سواء وقت، برش حاجات في الاخر ديما فما خسارة. الواحد عنده مخ وعنده عقل، يعرف شو صلح به، يعرفها مضرة، كان مشيلها يتحمل مسؤوليته، كان بعد يحفظ روحه، خاطر هذيك عقبتها معروف الموت، يدفع من جيبه يدفع من جيبه، يوصل وقت يولي يسرق، يولي ينهب، يعمل بركاش باش ياخذ كل 20 ولا 30 يشري كل حربوشه باش يستهلك، باش ينحيك الرغبه تاع الاستهلاك. يصيروا كارثه كبيره، زاده كارثه، وما عادش عندهم مستقبل، ما عادش عندهم حتى شيء في الدنيا هذيا، كارثه كبيره. كارثه بالطبيعه، بتصير كارثه باش اكثر الاجرام، باش اكثر الفساد، باش تولي مشاكل كبيره ونحن في غنى عنها. وستر ربي، ستر ربي، ديما تونس لاباس، ديما سترها ربي، وبرجالها بخدمتها بأمنها بجيشها لاباس، الحمد لله. حسب رأيك انت شكون عنده نية انه يغرق المجتمع متاعنا بالمخدرات؟ اكيد ناس ما تحبش البلاد، اكيد ناس ما تحسش على البلاد، اكيد ناس ما عندهاش قلب، تو دخلك مخدرات البلاد، معناها شنو ناوي؟ ما باش تمشي الدنيا كل يا اخي، البلاد على شنو هي باش تقف؟ ما على شبابها، على صغارها، على مستقبلها. كي ضيع انت شباب، ضيعت بلاد كامله، ضيعت مستقبل، ضيعت جيل كامل. شنو الهدف من اغراق المجتمع نتاعنا بالمخدرات؟ اللي بتبيع يحب يفسدوا الشعب، اللي يبيع لك يا اخي عليها المحبه، ما هو بتبيع باش يربح فلوس، ما يهمش الطريق المفيد يربح. وشكون سامحني، تو جات حكاية في مخي، قدام من مرة يشدوا عباد يبيعوا في الدخان وفي كل حكايات بحذا المكاتب، قبل ما قبل الكشك يبدا عنده كيلومتراج يلزمو يبعد على المدرسة، يلقوه حال بجنب المدرسة سكروه دخان مش دروك، وصلوا يبيعوا في الدروك للتلامذة، وفما تلامذة شدوهم هما ما يستهلكوا. هاي المشكلة وين؟ يلزم قانون، يلزم الردع، يزم هذية كل يستهلك ولا يضرب ستة ولا سبعة أشهر ويخرج تبارك الله مصلي على النبي ماكل شارب وشايخ، هذيك يزمها تتنحى، يزم الردع، عليه عام يضرب ثلاثة أربع سنين ويمشي يخدم غادي في الكاريير باش يعرف، يزم الردع، يزم يبدلوا القوانين، القوانين اللي تعطوهم عادش تتناسب مع الشيء اللي صاير في البلاد هذي. احنا مستهدفين من أول الدنيا أختي العزيزة، من أول الدنيا شبابنا ما شاء الله عليه، وين تحطوا يتحط في القراية، في الخدمة، في الجو، في الكورة، في اللي تتصوروا في بالك الكل، أما حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحب يضيعنا وكها ويضيع وليداتنا، نحن الحمد لله جينا في وقت هكا وهكا، أما اللي يحب يضيع البلاد ويضيع وليداتنا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تدمير المجتمع بالصغيرات باش يدمروا المجتمع بعد 10 سنين، باش نلقاها ما هذاك صحيت نفكرك في حاجة، وقت اللي عملنا صارت الثورة هذه 2011، الناس عمرها 10 سنين، تو عمرهم 21 سنة، يا ما تلقاه طالب، يا ما تلقاه سنايع، يا ما تلقاه، لا يلزمنا نردوا بالنا برشا الحقيقة، يلزمنا نردوا بالنا، ومش الديوانة برك، الديوانة مشكورة، الديوانة والأمن والحرس والكل لازم نردوا بالنا، ما في ذلك الأولياء. الهدف منه باش يطلع معناها مجتمع معناها ما ينتجش، ما الاقتصادي معناها الاقتصاد يضعف على الآخر، والمجتمع يطلع معناها رايح فيها بالعربي. مخدر. إي تنجم تقول بالك شي مخطط من الدول الأخرى يحبوا يحطموه من الدول هذوما، باش ما تقول ما لهمش قايمة جم. هم المبتغى نتاعهم الشوشرة، خاطر البلاد تو قاعدة ماشية تخدم، ماشية في الخدمة، وهم ما يحبوش الخدمة هذيا، الإيقافات الأخرى والخدمة اللي يخدم فيها الرئيس هذيا مقلقة برشا ناس. ماذا بيهم تقف الحكايه لهنا؟ ماذا بيهم الرئيس ما يكملش يخدم؟ هذاك هو المبتغى. الهدف انه الشباب نتاعنا اليوم مستهدف البلاد كلها، مش كان شباب بالطبيعه، هي ديما الراس الاولاني يكون الشباب، هو كي تستهدف الشباب تنجم تستهدف بلاد كامله، اما هو المبتغى بلاد كامله، وهو الاضعاف بلاد كامله، هاك شو من اللي يقطعوا الاحتكار، من الاحتكار اللي نوصلوا للمخدرات، يعني من الاحتكار للمخدرات، ديما مهمتهم افساد البلاد.